بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. بنقول للكابتن محمود الخطيب الف مليون سلامه. كان الكابتن محمود الخطيب عمل عمليه جراحيه في المانيا خلال الايام اللي فاتت، استئصال ورم كان ضاغط على الحبل الشوكي. الحمد لله، بفضل الله وبفضل دعوات كل الملايين اللي دعت للكابتن محمود الخطيب وهو في العمليه، الحمد لله دلوقتي هو بحاله وبصحه جيده. وبيشكر كل الناس اللي وقفت جنبه خلال الفترة اللي فاتت، كل الناس اللي سندته، كل الناس اللي كانت بتدعي له هو في العملية، بيقول لهم ألف شكر. كابتن محمود الخطيب بالنسبة لنا كلنا كأهلوية رمز كبير وكبير جدا. كمان بنقول لحبيب الملايين محمود الخطيب ألف مليون سلام. النهار ما بيتولد في يوم جديد، كل لحظة يتولد إنسان جديد. زي النهار ما بيتولد في يوم جديد، كل لحظة يتولد إنسان جديد. يا رب لبكرة الأمل البعيد. سام القلب قوية، سمعوا كل الدنيا. حكاية العيد المصري الحبيب، حكاية العيد المصري الحبيب. الشدة دايما ينادوك، حب الناس والناس حبوك، وقت الشدة دايما ينادوك. راجل والرجالة كتير في مصر، في مصر بيحب الخير لمصر، في مصر في مصر. راجل والرجالة كتير في مصر، في مصر بيحب الخير لمصر، في مصر في مصر. فنان في أحراس النصر، النصر النصر النصر. محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب. في كل حلقة من حلقات برنامج الأشبال في نجوم كبيرة داخل النادي الأهلي ساهمت في اكتشاف المواهب والنجوم. حقنا أو حقهم علينا إن احنا دايماً لازم نبرز الأسماء الكبيرة اللي تألقت داخل النادي الأهلي وساهمت في اكتشاف المواهب. نجمنا النهاردة نجم كبير جدا داخل النادي الأهلي، وهو لاعب وهو مدرب وهو مسؤول داخل النادي الأهلي. انضم للنادي الأهلي وهو لاعب من سنة 65 لسنة 80. خلال الفترة دي أنجز مع النادي الأهلي 12 بطولة، لعب مع منتخب مصر 60 مباراة دولية. اسم كبير جدا داخل النادي الأهلي. بدأ التدريب استعان به الكابتن محمود الجوهري وضمه للجهاز المعاون ليه في بداية مشواره التدريبي. حضر فترة مهمة داخل النادي الأهلي كانت كلها إنجازات وكلها بطولات مع النادي الأهلي. كانت فترة هولمان، كان مع راينر سوبل، كانت فترة كلها بطولات للنادي الأهلي. تولى بعد كده مدير قطاع الناشئين للنادي الأهلي 7 سنين، فترة كبيرة جدا. في الفترة دي ساهم في اكتشاف مواهب ونجوم كبيرة قدمها للنادي الأهلي، وكان يعني نجمنا دمه خفيف جدا الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر. نشوف تقرير عن كابتن أحمد ماهر ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
أحمد ماهر هو أحد أشهر وأفضل المدافعين في تاريخ النادي الأهلي والمنتخب المصري في الستينيات والسبعينيات. ولد أحمد ماهر في مارس عام 1944، حيث بدأ ممارسة الكرة وهو في سن 18 بنادي الطيران، حتى انضم للمنتخب المصري قبل أن يلاحظه عبد صالح الوحش ويجلبه للأهلي. قرر ماهر أن يترك دراسته بالقوات الجوية حينها للانضمام إلى الأهلي، كما رفض مفاوضات الزمالك في نفس التوقيت لينضم للأهلي عام 1965 ليقدم أولى التضحيات ودروس الولاء للنادي الأهلي منذ اليوم الأول. لعب ماهر في مركز المساك، كان أحد أبرز مدافع الأهلي خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. لعب مع الجيل الذهبي لشياطين الحمر مع الخطيب إكرامي طه إسماعيل وغيرهم من نجوم القلعة الحمراء. في إحدى المباريات طلب منه الجهاز الفني اللعب كظهير أيمن أمام غزل المحلة، فتحفظ في البداية حتى لا يظهر بشكل لا يليق به، لكنه خاض المباراة في مركزه الجديد وأحرز هدفا من ركنية، ومنحه على أثرها صالح سليم مكافأة مالية فورية قدرها 20 جنيه. حقق ماهر خلال تواجده كلاعب في صفوف الأهلي من عام 1965 وحتى عام 1980 ما يقرب من 12 بطولة. لعب للمنتخب المصري ما يقرب من 60 مباراة دولية. زامل العديد من نجوم الأهلي على رأسهم إكرامي، محمود الخطيب، مصطفى عبدو، حتى رحل عن النادي الأهلي عام 1980 إلى نادي الطيران، حيث قضى موسمين كلاعب في الفريق، ثم اتجه إلى التدريب وبدأ مهمته مع الفريق الذي بدأ منه لعب الكرة وتولى تدريبه عام 1982. اختاره الجنرال محمود الجوهري للعمل معه في الجهاز الفني بالأهلي، وأكبر نتيجة حققها كمدرب للأهلي في هذا الوقت هو الفوز بخماسية في مرمى الاتحاد السكندري. تولى أحمد ماهر رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لمدة 7 أعوام. تخرج من تحت يديه الكثير من اللاعبين الكبار. توفي أحمد ماهر في الأول من أكتوبر عام 2016 عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض. غاب الجسد، لم يغب تاريخ من الوفاء والعطاء لابن من أبناء النادي الأهلي الذي بدأ عطاءه وتضحياته للكيان منذ اليوم الأول وحتى رحيله عن دنيانا. كابتن أحمد ماهر تاريخ كبير، غاب الجسد ولم يغيب تاريخ كبير من العطاء والوفاء. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. هنستعرض مع حضراتكم نتائج فرق القطاع كلها خلال الأسبوع اللي فات. ما شاء الله كل النتائج ما شاء الله نتائج مميزة، وده واضح في خلال النتائج اللي فاتت. كل المدربين بتبذل جهد كبير زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم نتائج فرق القطاع معروضة على الشاشة. مواليد 2004 الأهلي والسكة الحديد فوز الأهلي 3-0. مواليد 2003 وفوز الأهلي على وادي دجلة 2-0. مواليد 2001 الأهلي فريق النجوم 5-0. وكان مواليد 2001 لعبوا ماتشين خلال الأسبوع اللي فات. المباراة الثانية ل 2001 الأهلي وإنبي وفوز كبير، وكانت مباراة قوية جدا للنادي الأهلي. مواليد 2001 وفوز كبير للنادي الأهلي 3-0. مواليد 2000 بقيادة الكابتن أمين عرابي اللي هيكون مشرفنا النهاردة، الأهلي والمصري القاهري نتيجة كبيرة 5-1. مواليد 99 الأهلي والنجوم وتعادل النادي الأهلي 2-2 مع فريق النجوم.
هنكمل مع حضراتكم بقيه النتائج. دلوقتي معانا مواليد 2008 الاهلي واتحاد الشرطه 2-2، مواليد 2007 الاهلي وعزبه النخل فوز كبير النادي الاهلي 10-0، مواليد 2006 الاهلي والشمس تعادل 1-1، مواليد 2005 الاهلي والداخليه 2-2. ما شاء الله في نتائج كويسه جدا، مفيش هزايم خلال الاسبوع اللي فات، في تعادلات، لكن الحمد لله يعني كل الفرق ماشيه بشكل مميز. ترتيب كل الفرق ما شاء الله متصدر عندنا، يعني كل الفرق متصدره عندنا. مواليد 97 بقياده الكابتن عادل عبد الرحمن كان الدوري متوقف نظرا ان المنتخب الاولمبي كان بيلعب ماتشين مع تونس، لكن فريق الشباب بقياده الكابتن عادل عبد الرحمن متصدر المسابقه برصيد 25 نقطه بفارق 4 نقاط عن مصر المقصه الثاني. عندنا مواليد 99 بقياده الكابتن مدحت طه اسماعيل برضه برغم التعادل المباراه اللي فاتت 2-2، لكن هو برضه متربع على صداره الدوري برصيد 26 نقطه بفارق نقطه واحده عن ام بي الثاني. مواليد 2001 بقياده الكابتن احمد سراج برضه بيصل التصدر المسابقه برصيد 37 نقطه بفارق 5 نقاط عن طلائع الجيش في المركز الثاني، وسجل الاهلي 45 هدف. عندنا مواليد 2000 بقياده الكابتن امين عرابي برضه متصدر المسابقه برصيد 28 نقطه ويصاد بفارق 4 نقاط عن مصر للتامين. مواليد 2002 بقياده الكابتن ياسر محمدين برصيد 18 نقطه بعد الفوز في المباراه الاخيره على مصر للتامين 4-0. عندنا مواليد 2004 بقياده الكابتن محمد سعد برضو برصيد 21 نقطه. ما شاء الله كلنا عندنا كل الفرق متصدره في قطاع الناشئين. الأسبوع اللي فات برضو كان فيه أهداف حلوة جدا، الفقرة اللي حضراتكم كلكم بتحبوها والفقرة كلكم بتستنوها فقرة الأهداف، هنشوف أهداف الأسبوع بالصوت والصورة مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. وليد لزياد، زياد مواليد 2000، وليد 2000 يا ولد يا ولد يا ولد يا زياد، عدت صالح، صالح يركنها، جول 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 جوه، جول هدف أول للنادي الأهلي عن طريق الزئبقي، الزئبقي صالح نصر، لكن صاحب التمريره صاحب الموال والروايه والحكايه اللاعب زياد الطارق يلعب تمريره بالمقاس وتحرك نموذج من اللاعب صالح نصر، يضع هدف اول للنادي الاهلي والهدف رقم 13 لصالح هذا الموسم. محمود صابر، فؤاد، من حازم عند كريم، كريم في الجانب الايمن، كريم يلعب ويعلى العرضيه عند النجار، يا ولد يا ولد يا ولد، الله على هدف التعادل محمد النجار، يا ولد يا ولد يا ولد، والله عادل الضغط عليه، مش ممكن يا جماعه على الغلطه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن على الغلطه، غلطه دفاعيه قاتله من لاعب وادي النجار. محمد شكري اتلعبت في اتجاه صالح، قويه على صالح، مأمن كريم فؤاد، يضغط صالح، يا ولد يا صالح، عدى صالح، صالح يصوب ويسدد، جول 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 جول، جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق اللاعب صالح نصر، صالح يضع هدف تاني للنادي الاهلي، يا ولد يا ولد يا ولد يا صالح، هدف تاني للنادي الاهلي 2-2. منقولة بيعدي وبيفوت محمد اشرف، تتعبل العرضية، العرضية والرأسية لسه فيها خطورة، لسه عمرو، عمرو اوه، ترجع مرة تانية، حط ايده محمد جمال معاها وجول، جول اخيرا، بتمر الكورة، بتمر الكورة، جول جول جول، يعني نقوله ايه، جول، هدف من رحم الصعوبة، راحت وجت وخبطت في ايد الحارس وعلى طول بيسجل فريق النادي الاهلي، ترد في وسط الملعب، صلاح اتخطف منه انما ترجع للنادي الاهلي، الباك اليمين احمد سيد يلعب كورته لمعاذ، معاذ لرزق ناحيه اليمين، رزق يعني بيلعب كورته، فاتت وجول، فاتت وجول، الغلطه بورطه، فاتت بجول والغلطه بورطه، بيحاول على اللعبه دي من فتره كبيره قوي عمر رزق، ان كل كراته بيستلمها بشماله، حط الكوره
اتوقع ان على طول يعدي باللعبة اللي فاتت دي كابيتانو من ورا اللاعبين او من ورا بالتحديد حازم. حازم ما ادركش الكرة صح، عدت من فوق دماغه على طول وهي نازلة، ما استناش حطها في المرمى. نما الحارس محمد جمال اختبر في اكتر من فرصة وبني مرمى بهدفين، وادي كابيتانو يا ترى هيعمل التالت. يا ولد والمتابعة، يا ولد والمتابعة والمتابعة، والله هدف كربون من هدف امبارح. الكورة بتاعت احمد حمدي في مباراة مع تونس لما عمل الكورة صدها الحارس ورجعت لكريم العراقي شبهها تمام، مشابهة تمام هذه اللعبة. انما التانية كانت ركلة ثابتة ولعبها احمد حمدي، انما دي لمها حلوة قوي كابيتانو لعيب مهاري. نص ساعة بتمر من احداث الشوط الثاني والاهلي يتقدم مواليد 2001 على نجوم المستقبل بثلاث اهداف لا شيء. محمود صابر ينطلق ينطلق، كان حط كره تسويبه من بعيد، وادي الدور ده صبر على كورته، استنى عليها يعني، تعلم الدرس من اللعبه اللي قبل منها، ادى نفسه فرصه وحطها في الزاويه الارضيه البعيده لمرمى محمد جمال. هدف جميل، صبر على الكوره محمود صابر، هدف حلو، استلمها بشكل كويس جدا وعدى وبيسجل الهدف في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. كرة مع النادي الأهلي، أعتقد باللحظة وأخرى ممكن نسمع للصفارة، وما فيهاش تسلل ورايح ورايح والخامس. الخامس بيكافئ نفسه محمود صابر النهاردة، بيسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، يتقدم النادي الأهلي. ومع الهدف الخامس يطلق الكابتن محمد خالد عبد الفتاح حكم اللقاء صفارة النهاية معلنا عن فوز فريق النادي الأهلي. يضغط مرة تانية وليد للنقيب، وليد وليد يصوب ويسدد، جول 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 جول، أول أهداف اللقاء يا ولد يا ولد يا وليد. حاول للمرة الثانية وليد عطية يضع ضربة البداية، هدف أول وخطأ، خطأ من حارس المرمى لاعب أحمد عمرو، لعبت عند زياد إلياس، يلمس إلياس لضياء وحيد، ضياء ضياء مش ضياء، عدى يلعب عند ياسين، وسع لنفسه ياسين، مشي مشي عدى، يصوب ويسدد، يا ولد حط يا راجل، جول 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 جول. الفراشة بتاعت الجبهة اليمنى، فارس طارق فارس الفرسان يضع هدف تاني للنادي الاهلي، عمل فوله على الكورة، تابع عدت مرت وقعت من حارس المرمى، مكمل فارس طارق، فارس فرسان الجبهة اليمنى للنادي الاهلي يضع هدف تاني للنادي الاهلي. فارس عدى مر فات، فارس العب عرضية، جول 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 جول. كرم النقيب ينقب عن الهدف الثالث للنادي الاهلي، يبحث ويأتي بكل جديد كرم النقيب، مهمة البحث والتنقيب عن الهدف الثالث، يستطيع كرم النقيب، انت تستطيع، واستطاع كرم النقيب يضع الهدف الثالث للنادي الاهلي. زياد بيضم للاطراف وللعمق ويدي مساحه، عدى عصام، جول جول جول. محمود عادل يضع هدف، هدف اول في اول خطا، اول غفله من لعيب النادي الاهلي. يلا الياس الياس واحمد عمرو، الياس الياس، جول 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 جول، جوه جول مصطفى الياس، يضع هدف رابع للنادي الاهلي. بكر لضياء، حضر النادي الاهلي، ضياء عايز يفتح زاويه يصوب، يعني رجليه عايز يصوب يا ضياء، اتلعبت من بكار، جول 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 جول، هدف خامس للنادي الاهلي. العربي جمال بكل جمال يضع هدف للنادي الاهلي، هدف خامس للنادي الاهلي، خماسيه للنادي الاهلي، والعربي جمال يضع الهدف الخامس والهدف العاشر لي هذا الموسم، عشان يعتلي يتصدر
هدافي البطولة. بنشكر معلقينا المتميزين فاروق صلاح وعلاء متولي على التعليق المميز. كل الأهداف حلوة وكل الأهداف بتعبر إن عندنا قطاع ناشئين قوي، بتعبر إن عندنا مواهب إن شاء الله خلال الفترة الجاية هتظهر للنور، بتعبر إن في مدربين فعلا شغالين داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. لكن من كل الأهداف دي دايما بنختار لكم ثلاث أهداف بنتكلم عنهم من وجهة نظرنا إن دول أحسن ثلاث أهداف يعني هنتكلم فيهم دلوقتي مع حضراتكم، هنستعرضهم على شاشة. أول هدف مباراة الأهلي والنجوم مواليد 2001، باص عن طريق عمر رزق ناحية اليمين، عمل باص طويل لأحمد أشرف. أحمد أشرف التوقع هنا ما استسلمش إن المدافع ممكن يطلع أو حارس المرمى ممكن يمسك الكورة، لا فضل مع اللعبة لنهايتها، وده فعلا يعني في توقع كويس وتوقع إن ممكن المدافع وحارس المرمى يبقى فيه خطأ في الحتة دي، فالخطأ طبعا يعني ده حسن تصرف طبعا من أحمد أشرف. وأحمد أشرف من اللعيبة المميزة في فريق 2001، شاف هنا توقع الخطأ وحط الكرة ببطن رجله في المرمى. الهدف الثاني اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي نفس المباراة الأهلي والنجوم مواليد 2001، الهدف للاعب محمود صابر، للاعب محمود صابر حط الهدف على طريقة ميسي، حط الكرة من فوق حارس المرمى على طريقة ميسي. هنشوفه مع حضراتكم تاني. هنا الباصة من أحمد أشرف لمسة واحدة وشايف الملعب، حطها لمحمود صابر اللي راح واخد القرار زق الكرة وحطها من فوق حارس المرمى، بقول لكم على طريقة ميسي. وبرضه محمود صابر من اللعيبة المميزة داخل 2001. الهدف الثالث مع حضراتكم دلوقتي الأهلي والنجوم مواليد 99 للاعب صالح نصر، وصالح نصر من اللعيبة المميزة. في هنا ضغط فردي من صالح نصر مصمم ياخد الكرة وإنهاء الهجمة بقى فيها مهارة عالية في الزاوية البعيدة لحارس المرمى. وحلاوة الهدف كمان إن جه في الدقيقة 95 من عمر المباراة. النهارده كان النادي الاهلي كانت النتيجه 2-1 لصالح النجوم، لكن الهدف ده بيبين لك شخصيه اللاعب النادي الاهلي ومن الاهداف الحلوه لصالح نصر. اكيد كل الفرق وكل اللعيبه تالقت داخل قطاع الناشئين خلال الاسبوع اللي فات، لكن دايما معانا فقره افضل تشكيله داخل القطاع، افضل تشكيله من الناحيه السلوكيه، من الناحيه الالتزاميه، من ناحيه الاداء داخل الملعب. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي تشكيل الاسبوع لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد اشرف حارس مرمى مواليد 2000 من الحراس المميزين داخل القطاع، ما دخلش مرمى غير هدف واحد من اول الموسم. باك رايت فارس طارق مواليد 2000 احرز الهدف الثاني في مباراه المصري القاهري وتم تصعيده لمواليد 97 مع كابتن عادل عبد الرحمن. عندنا الباك ليفت مازن اسامه مواليد 2003 تالق في المباراه الاخيره امام وادي دجله اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-0. اثنين مساكين احمد داوود ومحمد مغربي، احمد داوود مواليد 2003 من اكثر اللعيبه ثبات في المستوى في الموسم الحالي، احرز 6 اهداف. محمد مغربي مواليد 2001 افضل المدافعين داخل القطاع ومن العناصر المميزه وانضم لمنتخب 2001 خلال فتره فاتت مع الكابتن ربيع ياسين. خط الوسط عندنا احمد نبيل كوكا مواليد 2001، واحنا شايفين ما شاء الله 2001 في التشكيله واخده يعني عدد كبير علشان لعبوا ماتشين خلال الاسبوع اللي فات. برضو احمد نبيل كوكا تالق خلال الموسم دوت وكان احد نجوم مباراه انبي الاخيره. احمد اشرف مواليد 2001 كابتن وقائد فريق 2001 وابرز المواهب داخل القطاع واحرز هذا الموسم 4 اهداف. عندنا عمر رزق مهاجم ناحيه اليمين مواليد 2001 من العناصر الاساسيه واحرز هدفين وصنع هدفين. حماده الفيل برضو مواليد 2001 تألق في آخر اللقاءين أمام النجوم وأمام إنبي. محمود صابر تحت المهاجم 2002 بيلعب ناحية الشمال مواليد 2001 أحرز 3 أهداف في آخر لقاءين تم تصعيده فيهم مباراة النجوم ومباراة إنبي، وهو مواليد 2002 وبيصعد دايما مع 2001. كرم النقيب المهاجم مواليد 2000 اللي اتنقل من مياه البحيرة السنة دي ومن العناصر الأساسية وأحرز 5 أهداف. ما شاء الله في لعيبه كتير تألقت خلال الاسبوع اللي فات، ودايما هيكون معانا فقره تشكيل او الافضل خلال الاسبوع اللي فاتت، ويبقى عندنا دايما التشكيله دي عشان نبرز دايما دور اللعيبه المتالقه داخل القطاع. هنشوف فقره الاخبار معانا من الموقع الرسمي للنادي الاهلي عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ يجتمع مع كابتن فتحي مبروك للاطمئنان على الناشئين.
ده المهمة اللي اتكلف بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ من قبل الكابتن محمود الخطيب، إعادة هيكلة قطاع الكرة. والكابتن سيد عبد الحفيظ من أبناء النادي الأهلي اللي أنا زميلته صراحة، وهو لاعب وهو كمان مذيع في قناة النادي الأهلي. نتمنى له إن شاء الله التوفيق في المهمة بتاعته، وهو إن شاء الله يكون أهلي ليها، وتاريخ كبير طبعا داخل النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ. من الموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي، مبروك تألق ناشئي الأهلي نتاج عمل منظومة بأكملها، وده باين في الأهداف اللي احنا عرضناها، واضح في ترتيب جدول المسابقات كلها ما شاء الله، في شغل واضح من اللعيبة، في شغل واضح من المدربين، في شغل مبذول من كل الناس داخل القطاع. فبنشكر طبعا الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. برضو من أخبارنا أحمد سراج مدير الفني ل 2001 بعد خماسية النجوم، الأهلي يلعب من أجل الفوز دائما. ما شاء الله الكابتن أحمد سراج عامل حالة كويسة جدا مع فريق 2001، ما شاء الله عنده عناصر كتيرة من 2001 مع منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين، متصدر المسابقة بفارق كبير عن طلائع الجيش في المركز الثاني. كل المباريات فوز ل 2001 ما عدا مباراة واحدة كان فيها تعادل. أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع، ما شاء الله عامل يعني حالة كويسة جدا مع 2001، و 2001 عندنا عناصر مميزة فيها كتير جدا. من موقع فيتو، وفاة غزال ناشئ نجوم المستقبل. يعني محمد سعيد جمال الشهير بغزال، هو أحد لاعبين نجوم المستقبل، كان توفى خلال الفترة اللي فاتت. فاحنا طبعا بننعي الأستاذ محمد طويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، بننعي الكابتن إبراهيم عبد الصمد مدير قطاع الناشئين بنادي النجوم. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن ابراهيم عبد الصمد. كابتن ابراهيم، تمام بتاع الفل يا حبيبي، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ بنهنئك الاول جميل ده، ودايما كده دوام التوفيق ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. بنعز حضرتك طبعا كل اسر قطاع الناشئين في نادي النجوم المستقبل، والاستاذ محمد الطويله على وفاه محمد سعيد جمال الشهير بغزال. غزال الله حياتك الباقي يا حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي. الموضوع هو ماشي من نادي سليم 100%، حاسس بشويه صداع كده، فقال انا هروح. فتعب في البيت، فكلمنا والده قال تعبان، قالوا انقله المستشفى، اتنقل المستشفى، والاستاذ محمد الحقيقه عمل اللازم، وبعت له النفقات يعني اللي بيصرفها في المستشفى يعني. في المستشفى ثبت ان عنده نقص في الصفائح الدمويه هي اللي ادت للتعب. قعدت المستشفى حوالي يومين ثلاثه يعني وفاته المنيه. انا بضم صوت لصوتك يا كابتن ابراهيم، ان لازم من قبل اتحاد الكوره لازم يبقى في تحليل طبي شامل لكل قطاعات الناشئين وكل اللعيبه الصغيره في مصر، ما يبقاش الاهتمام الطبي باللاعب بتاع الفريق الاول بس. انا يعني دي نقطه مهمه في فتره بدايه الموسم، لازم يبقى فيه يعني كشف طبي كامل على كل الولاد الصغيره داخل القطاع. ممكن يبقى في ولد عنده مشكله صحيه بنتداركها من الاول، او ممكن يعني ما يكملش في الكوره بسببها، فلازم يكون الامر معروف. بالظبط كده، انت عندك حق، وانا بضم صوتك، بس برضو عشان تبقى يعني عندنا دكاتره متخصصين بيكشفوا على بيكشفوا على الولاد قبل ما ينضموا للنادي. الموضوع الصفائح الدمويه دي بقى يعني بتاعت ربنا بقى، مالناش دخل فيها. الموضوع يعني مستخبي عن اهلهم وعننا يعني. دي بتاعت ربنا بقى، دي اقدار يعني. ربنا طبعا يصبر اهله. وحضرتك معانا كابتن، طمنا بقى على قطاع الناشئين في نادي النجوم. والله الحقيقه نادي النجوم بيضم مجموعه متميزه جدا 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 من الفرق كلهم يعني في الاعمار المختلفه، ونادي النجوم غير النوادي الثانيه على فكره. يعني انا لما اشتغلت معاهم الناس بيفكروا تفكير الناس المحترفه يعني، ولا بتهمهم النتائج، ولا بتهمهم الكلام اللي بيهم النوادي ده. اللي يهمهم ان احنا لعيبه سلوكيا وفنيا ممتازين يقدروا ينضموا للفريق الاول، ونقدر ندعم بيهم المنتخبات المختلفه يعني. فالتفكير عندهم تفكير احترافي جميل، وانا عجبني الحقيقه يعني الاستاذ محمد الطويله واولاده الكابتن شادي والكابتن مهاب، الحقيقه تفكير مش موجود في معظم النوادي. حته النتائج في قطاع الناشئين دي لا تهمهم، وبالتالي
ولا في عندنا النظام المتبع في اغلب النوادي دلوقتي، التزوير والتسنين والكلام ده ملغي عندنا تماما، لان كل اللي يهمنا ان الولاد يبقوا مهاريا كويسين، سلوكيا كويسين، يقدروا ينضموا للفريق. والدليل على كده ان 17 واحد من الفريق الاول، 17 واحد من الفريق الاول من قطاع الناشئين، ودي نادر ما تلاقيها في اي خلي بالك. دي اللي اصر عليها الاستاذ محمد طويله من بدايه الموسم، ان هو مؤمن بالتجربه اللي هو بيعملها. طبعا، وهو لو عمل غير كده يبقى التجربه اللي ماشي فيها بقاله 15 سنه بتفشل. يعني اعتماد كلي على الولاد اللي طالعين من قطاع الناشئين، يا دوبك بيدعم قليلين جدا في الفريق الاول، يعني مراكز مختلفه اللي النادي قطاع الناشئين ما بيدعموش بيها يعني. فالحقيقه تفكير جميل، اتمنى ان يعني بقيه النوادي تحضن الحزب دوت كده. هنطلع للمنتخبات بالذات، ان النوادي لما بتعتمد على المسننين وعلى المزورين، فالتالي لما بنيجي نختار المنتخبات الناشئين ونختارهم ونعمل الكشف الطبي عليهم وكشف الاشعه، بيطلعوا ان هم كبار السن وما يقدروش يدعموا المنتخبات، وبالتالي الصوت قطع. طب معانا عشان الصوت قطع الكابتن ابراهيم عبد الصمد المدير بتاع الناشئين بنادي النجوم، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه. معانا برضو من ضمن اخبارنا من اليوم السابع خبر مهم جدا، الخطيب يكلف الجرح بملف اكاديميات الاهلي في افريقيا وفروع المحافظات. ده خبر مهم جدا، يعني اتمنى ان شاء الله للاستاذ محمد الجرحي، وان شاء الله يكون يعني ده ملف كبير جدا ينجح فيه خلال الفتره الجايه. احنا عارفين طبعا يعني شهره النادي الاهلي الكبيره في افريقيا وليه تاريخ كبير داخل افريقيا، فنتمنى ان شاء الله ان التجربه دي يعني يعمل دراسه كويسه، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله التجربه دي تنجح. وانا يعني ان شاء الله مؤمن ان الاستاذ محمد الجرحي يعني هو عامل شغل كويس خلال الفتره فاتت، ان شاء الله ينجح في هذه التجربه. هنروح دلوقتي بقى لتقرير مع 2001 مباراه الاهلي والنجوم مع كابتن احمد سراج ولاعبي الفريق. الحمد لله، يمكن على الاداء النهارده، يمكن انت شايف الولاد قدوا على اعلى مستوى، يمكن عندنا غيابات كتير بسبب الانذارات وبسبب الاصابه. الحمد لله النهارده الولاد اللي نزل، اكيد احنا كنا بنتكلم معاهم اللي ينزل خلاص كانه لعيب اساسي يبدا يثبت نفسه، والحمد لله النهارده الولاد قدوا على اعلى مستوى. يمكن النهارده كمان الماتش الجاي، يمكن كمان 3 ايام مع المنافس لينا انبي، يمكن ان شاء الله كل اللي بره ان شاء الله يرجعوا باستثناء لاعب او اثنين. يمكن البطوله 2001 يمكن بنلعب ثلاث ماتشات في الاسبوع، انا مش عارف يمكن ده حاجه كويسه ولا وحشه، بس اللي انا شايفه ان هي كتير قوي على حمل على لاعب عنده 17 سنه و18 سنه بنلعب كل ثلاث ايام مباراه. يمكن الفريق الاول ما بيلعبش كده يعني على 4 ايام، لكن احنا عشان نحافظ على نطلع جيل لمنتخب الشباب او نطلع لعيبه على اعلى مستوى من بدنيا وفنيا، انت اللعيب بتخلص عليه يعني كل 3 ايام مباراه، دي حاجه خطيره جدا. ويمكن كمان بنلعب الفرق المنافسه لينا في الدوري ورا بعض كل 3 ايام ماتش، بس هي دي الفكره. فطلب بس من اتحاد الكوره يعني يمكن يحاول يحافظ على اللعيبه، المفروض ان هي مواهب المنتخب وهتخدم المنتخب، حافظ عليهم يبقى مباراه كل اسبوع. احنا مش مستعجلين، يمكن التصفيات بتاعتهم كمان سنتين يعني. انا اول ما المباراه بتخلص دايما بنفكر في اللي بعده، يمكن حتى ما بنفكرش في بعديها بماتشين ثلاثه، لا بنتفكر واحده خطوه بنمشي فيها. خلصنا من الماتش النهارده، خلاص يا اولاد نركز، خلاص نقفل صفحه، نخش على الصفحه الثانيه هي مباراه امتى. بس الحمد لله المكسب والاداء الرجاله اللي قدوا من اول دقيقه لاخر دقيقه، والحمد لله كابتن احمد سراج معودنا دايما المكسب اهم حاجه، والتعادل حاجه مش في قاموسنا خالص. والماتش بيعتبر ماتش المقصه ده ماتش خلاص لغيناه، ما عادش موجود، احنا جايبين اللي جاي يعني، اللي بنشوف اللي قدام ما بنبصش اللي ورانا. لما جيت كنت رحت معاهم، اول ما جيت رحت معاهم المعسكر، كان اول تمرين رحت معاهم المعسكر، فلعبنا هناك ماتشين، فشاركت في الماتشين دول الشوط الثاني، فالحمد لله اديت اداء كويس. فلما جينا هنا بقى كابتن احمد سراج قال لي
عايزك تشد حيلك وكده، انت هتبقى يعني هتبقى معايا وكده. فالحمد لله قدرت ان انا ابقى قد ثقته فيا. ماتش انبي طبعا ماتش قوي جدا، يعني انبي هي اللي بتنافس معاها دلوقتي هي والجيش، فهكون ماتش قوي جدا والحمد وان شاء الله يعني باذن الله هنكون قد الماتش ده ان شاء الله ونجيب 3 بونت من عندهم ان شاء الله. معنا كل أسبوع بناخد فقرة نجم على الطريق، دايما نجم بنتوقع له إن شاء الله إنه يكون في النادي الأهلي في الفريق الأول. النهاردة نجمنا اللي أنا بتوقع له أنا شخصيا إن هو إن شاء الله ممكن في خلال سنة أو سنتين بالكتير يكون من نجوم الدرجة الأولى في النادي الأهلي. معنا النهاردة عربي بدر، نشوف تقرير عن عربي بدر ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ريان تصويبة عدت عربي جول جول. أنا عربي بدر مختار، لاعب النادي الاهلي مواليد 2001 ديفندر ومنتخب مصر الشباب. يضغط مره ثانيه النادي الاهلي، عربي وركله جزاء للنادي الاهلي. عربي بدري هو انا بدات كوره كان عندي 5 سنين، كنت بلعب يعني في المنطقه عندنا وكده، فجيت والدي ووالدتي كلموني وكده ورحت اتمرنت في مركز شباب كفر حكيم عندنا، لعبت موسم واحد معاهم كانت اكاديميه، بعد كده رحت مع كابتن سيد البراجيلي في البراجيل، كنت بلعب معاه دوري اكتوبر، فالحمد لله جيت من عن طريقه جيت النادي الاهلي اختبارات، فمن ساعتها الحمد لله جيت كان كابتن ياسر محمدين ماسك 2001 وكان كابتن احمد جمال، جيت كنت في وقتها كنت معاهم وكده واختبرت وقبلت في الفتره دي والحمد لله بقيت موجود في النادي الاهلي. يعني انا وانا خارج من البيت كده يقابلني ناس في الشارع، ازيك يا كابتن ازيك يا كابتن، فحاجه انت غير اي حد، غير مثلا يعني واحد في غير اي حد، انت بتبقى مختلف عن ناس كتير، اسمك يعني في النادي الاهلي موجود في النادي الاهلي، بتتمرن مع الناس الكبيره، بتتمرن مع فريق الشباب، حاجه كبيره جدا طبعا. اكيد طبعا كل مدرب بيمسكك او بيمرنك بتاخد منه حاجه مفيده اكيد، يعني كابتن في البدايه كان كابتن احمد جمال وكان كابتن ياسر محمدين، فالتاني سيزون كنت مع كابتن محمد شرف وكان كابتن اسحاق، جه موسم كنت مع كابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي، كل دي كانت فتره ال 2001 وكنت مع ال 2000 وجيت اتصعدت مع 99، فجه في الفتره اللي هي السنه دي الحمد لله كان كابتن عادل عبد الرحمن كان ماسك فريق الشباب، فانا بقيت موجود معاه الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن اب ليه، واكيد انا بشكره جدا على ثقته بيا الحمد لله، وكابتن ياسر رجب ثقته بيا برده طبعا، كان يعني لهم فضل كبير جدا عليا، وكابتن عادل عبد الرحمن من اول يوم جيت معايا حسسني يعني هو اب ليا بصراحه، يعني انا بشكره جدا في الحته دي. اكيد طبعا انا اتعلمت حاجات كتير في النادي الاهلي، اتعلمت ازاي اتكلم مع الناس، اتعلمت ازاي حواراتي، اتعلمت كل حاجه من النادي الاهلي، ويعني ده يعني ده بيتي يعني الاولاني مش التاني يعني، وان شاء الله كل واحد نفسه يجي النادي الاهلي يعني ان شاء الله اشتغل، وما فيش مستحيل يعني اللي انت تبقى موجود في النادي الاهلي، ان شاء الله تبقى موجود في النادي الاهلي. انا ليا طموحات كتير قوي، نفسي ابقى انا بطلع كل مجهودي وكل حاجه عشان ابقى يعني اطلع فوق في الفريق الاول، وان شاء الله ان شاء الله لما اطلع ان شاء الله اطلع فريق اول ان شاء الله ابقى مختلف تماما ان شاء الله. لعيب النادي الاهلي بيمتاز يعني بشخصيته بقوته بحاجات كتير جدا، فيعني احنا يعني الحمد لله احنا يعني انا مختلف كتير عن انديه تانية الحمد لله. كابتن عصام عاشور قدوته وسلوكيات خارج الملعب، ويعني انا لما طلعت فريق اول في فتره من الفترات من قريب، فهو اتكلم معايا قال لي ما تخافش اتمرن زيك زي اللعيبه، مفيش فرق ما بينك وما بينهم، واتمرن لنفسك واتمرن وحاجات كتير كده. طبعا بشكر مامتي وبابايا طبعا على مجهودهم معايا، يعني انا يعني لو اتكلمت عليهم كتير انا مش هقدر يعني ان انا ارد لهم جزء من اللي هم عملوه معايا يعني، فانا بشكرهم جدا من خلال قناه الاهلي والنادي الاهلي، فانا بشكركم جدا يعني. طبعا كابتن حسام غالي يعني بنشكرك جدا يا كابتن حسام على اللي انت اديته في الملعب وخارج الملعب، فبنشكر حضرتك كتير، ده حبيب الملايين ده يعني كابتن محمد ابو تريكه، يعني هو على فكره يعني جار يعني انا هو في ناحيه وانا في كفر حكيم، فيعني بنشكره جدا كابتن محمد ابو تريكه. ريان تصويبه عدت عربي جول
جول جول. طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر نشيل تيشيرت النادي الاهلي واسم تيشيرت النادي الاهلي، ونجمع اكتر من البطولات ان شاء الله، افريقيا وكاس مصر والدوري، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. بنتمنى طبعا لعربي بدر ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه. انا بتوقع ان شاء الله انه يكون حسام عاشور الثاني داخل النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق الفيا. ورجعنا لحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيفي الكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000. ازيك كابتن امين؟ ازيك كابتن اسامه؟ وانا طبعا سعيد ان انا موجود معاك النهارده. شرفنا منورنا. الله يخليك يا كابتن. قول لي بس الاول، مين الاكبر، الكابتن اسامه عرابي ولا الكابتن امين عرابي؟ لا بالمناسبه الكابتن امين عرابي اخو الكابتن اسامه عرابي. لا انا اكبر طبعا. الاكبر؟ اه طبعا اكبر. قول لي بقى كابتن امين عرابي، يعني فتره كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ابتدت من سنه كام؟ لا ابتدت من زمان قوي عشان ما اكبرش نفسي، يعني ابتدت من زمن، من فتره كبيره. يمكن سنه 85 انا اول مره دخلت النادي كمدرب او مساعد مدرب مع الكابتن الدكتور مفتي ابراهيم. اشتغلت معاه سنه، وبعد كده هو طلع الفريق الاول مع الكابتن جوهري. جه الكابتن انور سلامه اشتغلت معاه، وامتدت بقى المسيره من ساعتها لغايه طبعا ما بين سفر خارج ورجوع، وسفر ورجوع، والشغل بره النادي ورجوع. فالحمد لله المسيره ماشيه الحمد لله، وان شاء الله نكملها على خير باذن الله. ان شاء الله. بداتها من مدرسه الكوره كابتن امين صح؟ لا الاول انا اول ما بدات بالفرق، يعني بدات فرق. مساعد للكابتن للدكتور مفتي ابراهيم في مواليد كانوا فرقه 17 سنه. اللي هي كانت فرقه وليد صلاح وهادي خشبه وموفق، وبعد كده مسكت الفرقه اللي بعديها مع كابتن انور سلامه، كانت فرقه هاني رمزي وعبد الجليل وعادل عبد الرحمن وعمرو انور وياسر محمدين، كانت فرقه من الفرق الثقيله يعني. بعد كده اشتغلت فترات كبيره في القطاع كمدرب او مدير فني لوحدي، بعد ما اشتغلت فترات كبيره جدا مساعد. وتعلمت كتير جدا من الاساتذه والمدربين الكبار اللي اشتغلت معاهم. بعد كده يمكن كان في فتره اللي جت في المدرسه، كان الدكتور عمرو بن مجد مسؤول عن المدرسه، كنت شغال معاه في المدرسه برضه مسؤول عن فرقه. ومن فتره لفتره ما بين هنا وما بين هنا، لغايه ما جت فتره بقى انا مسكت المدرسه فيها لوحدي. كان ماسك مدير فني للمدرسه الكوره، كان ماسك المدرسه الكابتن بدر رجب. تمام. وانا كنت شغال مع فرقه 89. هشام محمد وشهاب احمد، و كانت مجموعه وعفروت، وكانت فرقه هو احمد شكري، اسماء كبيره انت خرجت انت شكري وفرق من الفرق الثقيله. كان الكابتن بدر سافر ابو ظبي، كابتن ماهر الله يرحمه احمد ماهر اتصل بيا، وهو الكابتن هادي خشبه كان مسؤول عن الكوره، قالوا لي ترجع وتمسك المدرسه وانت بقى المسؤول يعني المدير الفني. كنت فاكر انا يمكن اول مره كنت اقعد مع الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه طبعا، من هنا بنديله بالشفاء العاجل ويرجع لمصر سالم غانم ان شاء الله باذن الله. وبدات شغل في المدرسه، قعدت فتره كبيره في المدرسه. تاريخ كبير داخل النادي الاهلي، بدايه مدرسه الكوره، مرورا بالفرق، يعني مساعد، دلوقتي المدير الفني لفريق الحمد لله يعني. ما شاء الله عامل، يعني كنا بنستعرض النتائج والاهداف حتى وترتيب الجداول، ما شاء الله حتى 2000 عامل حضرتك معاهم شغل كويس. عايز اتكلم في البدايه بقى عن الجهاز المعاون للكابتن امين. لا الجهاز معاون ناس محترمه كلهم، وكلهم من اولاد النادي وشغالين في النادي. كابتن اشرف ابو زيد مدرب عام. كابتن تامر دسوقي مدرب حراس مرمى. كابتن عماد انور مدير اداري للفرقه. في معانا الكابتن تايجر مدرب لياقه بدنيه وولد من الناس الكويسين جدا في الفتنس. معانا عبد الحميد تاهيل. معانا الدكتور احمد طبيب، يعني جهاز متكامل، وانت عارف دي سمه النادي الاهلي، يعني جهاز كله متكامل متعاون، واحنا كلنا في النادي الاهلي يعني في تعاون بيننا كلنا بشكل عام. ما بين الفرق كلها وما بيننا كلنا كقطاعات ناشئين وكأجهزة، فالحمد لله دي منجحنا كلنا. معانا على الشاشة يعني زيارة الكابتن محمود الخطيب كانت من أيام يعني قليلة،
زيارته الفريق 97، وكان في زياره برضه للكابتن محمود لقطاع الناشئين في بدايه الموسم. أيوة. شاف الزياره يعني ورئيس النادي الاهلي بحجم نجوميه الكابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي انه يعني يعمل زياره لقطاع الناشئين، شافها ازاي؟ لا شوف، هي بتعني كتير قوي للقطاع ككل، تمام، لينا احنا كاجهزه فنيه، للعيبه، بالنسبه للقطاع طبعا هو بيدعم القطاع وبيدفعه للامام. بالنسبه لنا احنا كاجهزه فنيه طبعا بنلاقي الدعم الكبير منه، وهو جه واتكلم معانا وقال ويمكن اكد على حته كبيره جدا ان احنا عايزين نرجع روح النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي، وتبثوا في اللعيبه وتبثوا في الولاد القتال والروح الانتصار وروح العزيمه، وتطلعوا ناشئ كويسين. بالنسبه للعيبه طبعا اما يشوف نجم واسطوره زي الكابتن محمود الخطيب بالنسبه له في النادي دي حاجه بتفرق كتير جدا معاه كلاعب، وكل واحد بيبقى بيتمنى وبيتخيل في يوم من الايام او بيحلم ان يبقى زي الكابتن محمود الخطيب، زي الكابتن عماد، زي حضرتك كابتن اسامه حسني. احنا دلوقتي بنعرض على الشاشه اهداف فريق 2000، يعني مباراة ايه دي يا كابتن امين؟ دي اخر مباراة اعتقد مباراة مصر القاهرة. مصر القاهرة ده انتهت 5-1 مصر القاهرة صح؟ لا انتهت 5-1، وممكن من احسن الماتشات اللي لعبناها، رغم ان انا كنت يمكن يعني نرفزت شوية على اللعيبة بعد ما مصر القاهرة احرز الهدف بتاعه، لان يعني مش مفروض ان احنا نتعود ان يجي فينا جول بسهولة، المفروض ان احنا بنكافح ونحارب سواء في الدفاع وفي الهجوم، ولازم يبقى شكلنا منظم واحنا بنهاجم واحنا بندافع. يعني انت ما بتبصش على النتيجه بس، يعني في مدرب ان انا كسبت 5-1 فممكن ان انا مبسوط بالنتيجه. انا يمكن حتى في ماتش من الماتشات كان على ملعبنا وكنا كسبانين وخصمت منهم، خصمت وانت كسبان وانا كسبان والنتيجه خلصت وثلاث وخدت الثلاث نقاط، خصمت منهم المكافاه وخصمت منهم من المرتب الشهري. هي الفكره يا كابتن اسامه ان انت في النادي الاهلي مش بتشتغل عشان بطوله، البطولات الحمد لله بفضل الله، يمكن شوف انت لعبت قد ايه في النادي وانت شبل صغير لغايه الفريق الاول خدت كام بطوله، ما شاء الله حدث ولا حرج. تمام، فاحنا هدفنا في القطاع، انت بتبص على الفريق الاول عايز طبعا تطلع على هي هو ده الهدف الرئيسي، انت بتمشي في خطين متوازيين، خط البطوله اللي انت شغال فيها وخط ان انت بتعمل لعيب للفريق الاول. صنع اللعيب ده اصعب كتير من ان انت تاخد بطوله. تمام، سهل جدا ان انا اخد بطوله، عندي مجموعه لعيبه كويسه، بلعب فرق اكيد امكانياتهم ولا ظروفهم مش هتبقى زي النادي الاهلي. تمام، فانت سهل تاخد بطوله، لكن صعب انك تعمل لعيب للفريق الاول. تمام، هو ده الاصعب في النادي الاهلي، وده هدفنا وده هدف الكابتن محمود الخطيب لما جه قعد معانا، وهدف الكابتن فتحي وكل القطاعات السابقه، هو ده الهدف الرئيسي للنادي الاهلي ان انت تعمل لعيب كويس يصلح للفريق الاول للنادي الاهلي. تمام، وان شاء الله احنا يعني بدعم الكابتن محمود وبدعم كابتن فتحي وكل الناس القائمين على الكره في النادي الاهلي احنا بنشتغل على هذا المنوال، وبنحاول ان شاء الله باذن الله نصعد لعيبه كتير للفريق الاول باذن الله. حتى يعني تكمله كلام حضرتك يا كابتن امين، برضو فريق 2000 ماشي في السكه الصح حتى من خلال جدول الترتيب، يعني لو احنا بصينا دلوقتي يعني على جدول الترتيب بنستعرضه دلوقتي، يعني مخرجنا المميز محمد ذكروري معانا على طول يعني في الكلام، فشايفين الاهلي في الترتيب ترتيب الاهلي في المركز الاول برصيد 28 نقطه، لعبت 10 مباريات، فوز في 9، تعادل وحيد، مفيش خساره، ليك 32 هدف عليك 6. المركز الثاني مصر التأمين بفارق 4 نقاط، يعني الحمد لله طبعا دي حاجه كويسه جدا. ويمكن انا يمكن اكتر حاجه يمكن مزعلاني وفضلت موقف المكافآت كتير للولاد حته التعادل دي والاهداف اللي جت فينا. هو ده ورد في الكوره، وده يعني عمرك ما هتكسب على طول، وده اللي برضو بنقوله للعيبه، ان بس انت لازم تنزل تلعب وانت عندك الاراده والعزيمه والاصرار على المكسب على طول، ودي سمه من سمات النادي الاهلي الشخصيه، انك انت وشخصيه النادي الاهلي تعلموا شخصيه هيجي فيك، لكن لما يجي فيا يجي فيا يعني يبقى الفرقه اللي جايبه فيا جول تبقى قد ايه فرحانه انها جابت جول في النادي الاهلي. ما تبقاش الامور سهله، ما تبقاش الامور انت مستسهل التيم اللي قدامك انك تكسبه، ليه ما كسبش بدل 5 اكسب 6 و7، طالما انا قادر وطالما قادر ان انا اجيب وطالما قادر ان انا دي اللي احنا بنحاول نغرزها في اللعيب ونحاول نخلي عنده الشخصيه دي. وانا يمكن بقول للعيبه لازم انت كمان كلاعب يبقى عندك شخصيتك في الملعب.
تمام. مش بس انا بكلمك او الجهاز بيكلمك، انت شخصيتك في الملعب، انت بتحدد مواقفك في الملعب، انت اللي بتمر بمراحل اللعب، انت اللي شايف قدامك، فتقدر تعمل شخصيه من جوه الملعب كمان لنفسك، وده اللي احنا شغالين عليه. تمام. انا هشوف دلوقتي برضو مع حضرتك يعني جدول 2000 كاملا. قلنا النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 28 نقطه، مصر التامين في المركز الثاني برصيد 24 نقطه، المركز الثالث طلاع الجيش برصيد 22 نقطه، وادي دجله في المركز الرابع ب 22 نقطه، المركز الخامس المصريه للاتصالات برصيد 12 نقطه، سكه الحديد في المركز السادس برصيد 12 نقطه، المركز السابع مركز شباب زينهم في المركز السابع برصيد 12 نقطه. هنكمل مع حضراتكم الجدول، وبنشكر طبعا فريق الاعداد كلهم على راسهم استاذ محمود شوقي، احمد رشاد، محمد الصاوي، كل الناس اللي بتشتغل ودايما يعني بتجيب لنا الجداول، يعني عامله شغل كويس، ومعلقنا دايما طبعا فاروق صلاح. يعني في المركز الثامن سرايا القبه برصيد 12 نقطه، المركز التاسع مصر القاهري برصيد 10 نقاط، المركز العاشر شباب عين الصيرة 10 نقاط، النصر في المركز ال11 10 نقاط، الغابه في المركز ال12 7 نقاط، المعادي والياخد ال13 5 نقاط، والمقاولين المفاجاه دي، المقاولين في المركز الاخير ال14 برصيد 4 نقاط. يعني شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو بالنسبه للمقاولين يعني اعتقد ان هم قاسمين التيم بتاعهم او بيلعبوا تقريبا يعني بفرقه مختلفه تماما عن الفرق السابقه. ويمكن هم عندهم اهتمام اكتر بالتسعه والسبعه اللي بيلعبوا القطاعات، بس دايما المقاولين معودنا برضو يا كابتن ان دايما عنده قطاعات ناشئين قويه. ده يعني ده اكيد، واعتقد ان هم عندهم برضو لعيبه كويسه، وحتى الفرقه دي يمكن ظروف الله اعلم بظروفهم السنه دي، لكن هم فرقه طبعا كويسه، ويمكن احنا كنا بنلعبهم في ملعبهم واتغلبنا 2-0 وكانت من الماتشات الكويسه برضو. تمام. لكن في النهايه هي كره قدم، واللي بيحاول وبيكافح هو اللي ربنا بيكرمه بيقدر يوصل يعني. وحضرتك بتكلمني عن الجهاز، قلت لي لفت نظري معانا مخطط احمال. هو معانا هو بصراحه السنه دي برضو من ضمن الحاجات الكويسه اللي اتعملت في القطاع. وكابتن فتحي، ودي طبعا تعليمات كانت من الكابتن محمود، ان كل جهاز يبقى مكتمل تماما. يعني انا اول مره اشتغل في القطاع، انا قلت لك بشتغل بقالي فتره. اول مره اشوف في القطاع في فرق الجمهوريه بيبقى فيه مدرب عام ومساعد مدرب. ما كانتش بتحصل قبل كده، كان كله بيبقى مدير فني ومدرب. الفرق المنطقه مدرب مدير فني ومدرب. معاك اخصائي تاهيل لوحدك، تدليك لوحدك، احمال لوحدك. فدي طبعا عامله انتعاشه حتى. والحمد لله بفضل الله، انت يعني كل ما بتشتغل صح كل ما بتنتج صح. النهارده انت يمكن لو بصيت على الجداول كلها بتاعه القطاع، تمام، هتلاقي لو احنا سبع فرق هتلاقي فيهم سته اول. يعني هتلاقي ست فرق اول. ويمكن فرقه او اتنين المتعسرين وبداوا يخشوا برضو وبداوا يقربوا. وان شاء الله على نهايه الدور الاولاني هيكونوا برضو اوائل. فهتلاقي في انتعاشه السنه دي كبيره جدا في القطاع، وده عهد قطاع الناشئين في النادي الاهلي طول عمره. تمام. يعني انا يمكن الكابتن اسامه بزعل قوي لما الناس ساعات تقول لك ايه ده انبي في قطاع ناشئين، ده المقاولين. انا مع احترامي للانبي والمقاولين كل الانديه دي والزمالك، السنه دي في شغل واضح. يعني المواهب اللي احنا بنتكلم عنها هنا في برنامج الاشبال، الجداول دايما بنستعرضها كل اسبوع. ما ده انك تجيب النادي الاهلي في المركز الاول، ده وراه شغل كبير، بدايه من مدير قطاع ناشئين، بدايه من مدربين، لعيبه بتشتغل، انتقاء يعني، لا في شغل واضح. لا دي حقيقه. وعايز اقول لك وقبل كده برضو، وانا زي ما قلت لك هو الهدف الرئيسي مش ان انا ابقى اول بس. تمام. ان انا ابقى اول واصعد مين اللعيب اللي صعد للفريق الاول. مين اللعيب اللي يقدر يلعب لي في الفريق الاول، وده الاهم. ولكن احنا عايزين يا كابتن اسامه برضو، زي ما يمكن انت في جيلك والاجيال اللي قبلك واللي بعدك كنت بتشوف لعيبه معاك زمايلك وبقوا نجوم في الانديه الثانيه. تمام. هو ده هدفنا الرئيسي، ان احنا الاول نصعد اللعيب بتاعنا للنادي الاهلي للفريق الاول، يبقى لعيب كويس، وحتى لما نيجي نعير او نودي لعيب في الانديه الثانيه بيبقى نجم برضه. ودي سمه الكبير اللي هو النادي الاهلي، ان هو لعيبته تبقى كبيره واللعيبه حتى اللي خارجه منه تبقى كبيره. واعتقد ان اغلب الانديه اللي بره النادي الاهلي كلها بتتهافت على لعيبه النادي الاهلي الصغيرين، بيبقى متاسس صح، بيبقى متاسس صح وبيبقى اشتغل كويس، ويبقى الناس تعبت معاه فعلا جدا. فالحمد لله ربنا بيكرمنا، وان شاء الله السنه دي نشوف حاجه احسن وحاجه اكبر باذن الله. واحنا بنتكلم بقى عن عمليه التصعيد السنه دي، يعني واضح ان فريق 2000
يعني بيصعد دايما ل 99 وبيصعد كمان ل 97. دي يعني مش عايز اقول لك هي ايه كويسه. وده عهدنا طول عمره بالنادي الاهلي. الحمد لله بفضل الله انا عندي اربعه لعيبه في 97 مع الكابتن عادل عبد الرحمن. تمام. عندي حارسي المرمى احمد شوبير ومصطفى احمد شوبير واحمد طارق سليمان الاثنين على طول مع انا ما حدش فيهم بيلعب معايا. يعني انت سايبهم ل 97 خالص ما حدش فيهم بيلعب معايا. كويس. وهم ما بين الفريق الاول وما بين ال 97. تمام. عندي زياد طارق لعيب موهوب ولعيب نجم بيلعب مع الكابتن عادل وبيلعب مع الكابتن مدحت. كويس. عندي فارس طارق بيلعب مع الكابتن عادل والكابتن مدحت. عندي مع الكابتن مدحت في مصطفى الياس، في وليد عطيه، في ضياء وحيد، في محمد حسام ميدو قبل ما اتعور، في محمد خليل قبل ما اتعور، في العربي جمال، ساعات بياخد افريقي، ساعات بياخد يعني الحمد لله في ستة سبعة كمان مع الكابتن مدحت. وده اللي احنا شغالين بيه وده نظام النادي الاهلي. كويس. ان الاكبر الاولى لان احنا في النهايه عايزين نصعد. وانا بالعكس دي عامله لي حاله كويسه وانا كمان بشوف اللعيب اللي عندي ويشتغل اكتر وبنديله فرص اكتر في اللعب عشان كمان نقدر نحكم على كل لعيب بصفه اساسيه كويس. طيب وانت بتتكلم بقى عن التصعيد، عندنا موهبه ظهرت الناس كلها اتكلمت عنها خلال الفتره اللي فاتت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شادي رضوان. شادي رضوان انت قلت لي انه اتمرن معاك السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وانت يمكن حضرت ماتشات. انت كنت مسؤول عن المنتخب القومي في مواليد 99. وهو لعب معايا ماتشات اساسي السنه اللي فاتت. ولعب ماتشات معايا كتير. شادي رضوان انا بشبهه بمحمد صلاح. كويس. يعني ان شاء الله باذن الله لو مشي بنفس التركيز اللي هو ماشي بيه ونفس الاداء ونفس الروح اعتقد انه باذن الله باذن الله هيبقى نسخه طبق الاصل من محمد صلاح. تمام. اولا عنده سرعات غير عاديه، لعيب مهاري جدا، لعيب قوي، بيلعب هو اشول، بيلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. تمام. انا شايف ان هو هيبقى من اللعيبه الكويسه جدا جدا، ان شاء الله هيبقى مستقبل كبير للنادي الاهلي. في نفس المكان ده في زياد طارق، ده برضو من اللعيبه الهايله جدا ولعيب كويس جدا. في لعيبه كتير والله، يعني انا طيب مش عايز اعدلك. واحنا بنتكلم عن المواهب ونتكلم عن شادي رضوان هنروح نشوف دلوقتي تقرير عن شادي رضوان ونرجع تاني. شادي رضوان، شادي رضوان، شادي رضوان، شادي، شادي جوه جول يلعبها في اتجاه الفراري. شادي، 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 شادي جول. حماد عدال شادي، يا ولد يا ولد يا ولد جول. والله انا بدات خفيف دلوقتي بس هم لسه ما حددوش اي حاجه. يعني الفكره ان انا اللي حدد، يعني هم هيتكلموا معايا ان انا اللي بحدد. انا طبيب نفسي بمعنى اصح. فيعني ان شاء الله مش يعني مش هتاخر عن كده كمان، يعني ممكن اسبوع او 10 ايام كمان وان شاء الله يعني الدنيا تبقى احسن باذن الله. تبقى فتره صعبه جدا على اي حد خصوصا لو فيها تدخل جراحي او محجوز في مستشفى او حاجه زي كده. بتبقى صعبه جدا طبعا على اي لعيب ان انت بتبقى في فورمه عاليه جدا وفجاه بتحصل اصابه زي كده بتعطلك كتير طبعا والفورمه طبعا بتبعد. بس طبعا يعني طول ما في اراده وفي عزيمه عند الشخص اللي في الملعب او الشخص اللي بيلعب كوره بتفرق معاه طبعا في مرحله التأهيل. طبعا اشتراك عادي مع حارس المرمى وجامب عالي هو بركبته جت في هنا في الضلع. طبعا بقى حصل كل الكسر اللي هو في التركوه ده وعمل تدخل جراحي عشان كان في تجمع دموي على الرئه واتشال. يعني النادي الاهلي وقف معاه وقفه كبيره جدا ودايما النادي الاهلي معودنا ان هو بيقف جنب اولاده وجنب ابنائه. يعني بصراحه وقفه انا ما كنتش اتوقعها، يعني كابتن فتحي مبروك، كابتن اكرامي، كابتن محمد فضل والناس كلها يعني كان في اهتمام كبير بيا ودايما كانوا بيتصلوا بيا وبيطمنوا عليا وبيكلموا الدكاتره في المستشفى. فطبعا انا ما اقدرش اشكر النادي الاهلي لان انا واحد منهم، لكن اقول لهم طبعا يعني شكرا جدا لكابتن فتحي مبروك لانه كان مهتم اهتمام غير طبيعي. هو رئيس القطاع موجود هنا كان مهتم بيها بشكل غير طبيعي. الفتره الاخيره طبعا انا كنت ماشي بشكل كويس وبصوره كويسه والناس جمهور النادي الاهلي كان بدا يعرفني او يعرف مين شادي. فجت الاصابه طبعا انا اتفاجئت بكميه الرسائل اللي كانت بتوصلني بيطمنوا عليا. طبعا دي حته تخليني ان انا ارجع بسرعه واموت نفسي عشان الناس دي، يعني انا لسه في البدايه
وناس كتير بدأت تعرفني، فالحتة دي طبعا بتحط عليها حمل كبير جدا ان انا ارجع احسن من الاول بكتير جدا، بس في نفس الوقت بتديني مسؤولية كبيرة جدا ان انا اول ما ارجع اكسر الدنيا، وان شاء الله عشان الدرجة الاولى الفترة الجاية، وان شاء الله خير يعني. طبعا بشكر النادي الاهلي وبشكر الجمهور، وان شاء الله اكون عند حسن الظن ان شاء الله قريب. شادي رضوان، شادي رضوان، شادي رضوان، شادي شادي جوه جول، يلعبها في اتجاه الفراري، شادي 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 جول، حماد عداد شادي، يا ولد يا ولد يا ولد جول. بنقول لشادي رضوان الحمد لله على السلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. كابتن أمين، في نقطة مهمة عايز أسألك عليها، حتة توظيف اللعيبة داخل الملعب. يعني عندنا مصطفى إلياس كان بيلعب باك ليفت، بدأت تلعبه مساك. عندنا مصطفى حسين لطفي خدته من وسط الملعب، بقيت بتلعبه مساك. يعني رؤيتك إيه في إنك بتلعب كل لعيب مثلا في كذا مركز؟ شوف يا كابتن أسامة، هو المفروض إن أنا في قطاع الناشئين أنت بتاخد أحسن حاجة من كل لعيب عشان يقدر بعد كده يتوظف في الفريق الأول كويس. وفي الناشئين انا شخصيا يعني انا بتكلم عن نفسي، لازم تجرب بعض اللعيبه في اماكن كتير عشان ما يبقاش عندك دروب في اي وقت من الاوقات كويس، ويقدر اللعيب يبقى في الفريق الاول يقدر يلعب في اكتر من مكان. تمام، زي احمد فتحي عندنا، زي احمد فتحي ممكن تلاقيه باك رايت، تلاقيه في نص الملعب مساك باك ليفت. وبعدين يعني المدرب الشاطر اللي يبقى عنده لعيب بيلعب اكتر في مكان ما يقدرش يستغنى عنه. فانا يعني مش عايز اقول لك ان انا يعني بالفتاكه قوي يعني، ان انا يعني انا طبعا برضو الظروف بتحطك في بعض المواقف في حاجات زي دي. يعني انا اول السنه جه كابتن عادل عايز ميدو من عندي محمد حسام في ال 97 وهو مساك. تمام، كابتن مدحت طه عايز علاء الشربيني وهو مساك، فبقاش عندي مساكين. ايوه، فانت لازم تجهز البديل على طول، مش هينفع تقول لهم ادهوني اللعيب عشان يلعب. فلما بدات فتره الاعداد حسيت من الاداء بتاع اللعيبه ان ده ممكن يلعب في الحته دي، فخدته كلمته الاول، وحتى هو يعني حسين او مصطفى عندهم الرهبه شويه ان يلعب في المكان ده. انت عارف المكان ده اللي بيغلط فيه شكرا. تمام. او الغلط الفرقه كلها تغلط الا المكان ده. فلكن بتكلمه الاول وبتقول له الوظائف بتاعه المركز ده ايه، وانت هي بتلعب في نص الملعب زي ما تلعب هنا بس المشكله ان انا بقطع واسلم. نفس الشيء بالنسبه لمصطفى، مصطفى عنده القدره كمان انه بيلعب باك ليفت كويس وبيلعب في القلب كويس. تمام. وساعات بلعبه باك ليفت وساعات بلعبه هو لعيب كويس مصطفى الياس جدا. وحسين لطفي حاجه تانية خالص، في المساج بقى حاجه تانية خالص، برده بتوقعه من اللعيبه اللي هتبقى كويسه جدا في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نروح نشوف دلوقتي تقرير لمواليد 2000 اخر مباراه ضد المصر القاهره. الحمد لله النهارده لعبنا ماتش كويس ونفذنا اللي الكابتن قال لنا عليه. يعني كابتن امين وكابتن اشرف وكابتن تامر والجهاز كله بيشتغلوا معانا، حتى مش ان احنا ناخد ماتش بماتش، لا احنا عشان كمان عشان الفريق الاول وتدعيم الفريق الاول وكل ده الحمد لله. يعني كابتن نادر بنصحني ان انا اتمرن كويس عشان مراهن عليا وان انا هطلع الدرجه الاولى والعب معاه، وان شاء الله الماتش الجاي يعني احاول ابدا الماتش ان شاء الله، يعني هو زي ما هو وعدني. الحمد لله احنا لعيبه رجاله وفرقه كويسه، عملنا اللي علينا النهارده، والحمد لله اللي انا جبت جول يعني النهارده. والمركز الجديد اللي انا بلعب فيه هو كابتن امين من السنه اللي فاتت، انا كنت بطلع معاه 99 وجربني فيه وعارفني يعني اللي انا كويس في المكان دوت. فالسنه دي عشان عندنا نقص في كذا اصابه عندنا في الفرقه، فبيجربني في المكان دوت، والحمد لله ماشي كويس فيه وان شاء الله احسن يعني الفتره اللي جايه. كابتن امين قول لنا بقى علاقتك بالكابتن فتحي مبروك، خاصه ان العلاقه دي مش دلوقتي، وكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين ده. لا علاقه ازليه طبعا. اشتغلت انت مع كابتن فتحي؟ اشتغلت معاه كمان في نادي الشرطه، في الدوري الممتاز اتحاد الشرطه اشتغلت معاه. كابتن فتحي طبعا اخ كبير لينا كلنا، ويمكن انت تعرف الكابتن فتحي كويس زمان. دمه خفيف ولذيذ وفي نفس الوقت حازم جدا وصعب جدا في الشغل. يعني دي للامانه يعني. يعني ممكن يضحك ويهزر ويبقى معاك كويس جدا، لكن في شغله حازم جدا ما بيهزرش، عايز كل حاجه تمشي بالظبط زي ما بتتقال، بالظبط زي ما بتتعمل، عايز التزام، عايز نظام، مش معانا مع كل الناس. ودي يمكن اكتر حاجه ممكن تكون منجحه القطاع السنه دي، ان كل واحد عارف شغله بالظبط،
كل واحد ما بيتدخلش غير في شغله، كل واحد بيعمل اللي عليه. انت عارف الحزم برضو بيبقى مطلوب في بعض الاحيان. وفي نفس الوقت بعد ما تخلص تمرين او بعد تحس ان هو اخ كبير ليك وبيهزر معاك وبيضحك معاك، لكن في الشغل بيبقى ملتزم جدا، وعايزك تبقى ملتزم على طول، وعايز المواعيد تبقى دقيقه، وعايز كل حاجه تمشي. والحمد لله بفضل الله الامور ماشيه والدنيا ماشيه الحمد لله. الميزه في الكابتن فتحي ان ممكن تلاقي مدير قطاع الناشئين ملتزم دايما داخل المكتب بالشغل الاداري بس، لا دا دايما لما بنصور وكاميرا الاشبال موجوده في قطاع الناشئين دايما بنشوفه في الملعب دايما مع المدربين. هو بصراحه دي بقى منع حاجه كويسه جدا فيه، وبينزل يلف وبينزل يبص على الفرق وفي الماتشات كلها قاعد وماسك ورقه وقلم وبيدون، وممكن يجي لك بعد المباراه وياخدك على جنب يقول لك مثلا ملاحظات. ملاحظات يا كابتن امين في كذا كذا النهارده في الفرقه، لا النهارده عملوا حاجه كويسه، النهارده المفروض تعمل كذا بصراحه. واحنا برده بنستفاد يعني، هو راجل خبرته كبيره وراجل اشتغل كتير وما شاء الله الله اكبر يعني. بروح معاكم برده المباراه، انا ساعات كل المباريات الخارجيه بصراحه. انا دي انا بشوفه يسافر اسكندريه يسافر السويس دي بامانه. كابتن اكرامي دايما كابتن اكرامي على طول في كل الماتشات خارجيه او داخليه. تمام. مش عايز اقول لك في ايام بيسافروا يعني بيروح من مباراه لمباراه من ملعب لملعب مشاوير، لكن الحمد لله هم ماشيين وفي ظهرنا على طول وكابتن فتحي. فبامانه دي حاجه كويسه، ودي حاجه يعني مخلينا نشتغل بجد اكتر وبقلب اكتر وبروح اكتر. حته اللمه وحته ان احنا كلنا ملمومين، ودي حاجه كويسه الحمد لله، وربنا يكملها على خير باذن الله. تمام. فريق 2000 السنه دي بيلعب دوري منطقه القاهره، كنت اتمنى ان الدوري يكون جمهوريه ولا شوف. ولا المنطقه برضو يعني اكيد في فرق قويه في المنطقه، احنا بنستعرض دلوقتي بنتكلم عن وادي دجله، بنتكلم المقاولين، في اسماء كبيره برضو. شوف يا كابتن اسامه، انا عايز اقول لك حاجه في الحته دي في الجزئيه دي بالذات. وانا اتمنى ان اتحاد الكره يغير سياسته في الحته دي. تمام. ان يعمل الدوريات الاشبال زي الدوري الممتاز، يعني اللي يصعد يصعد واللي يهبط يهبط. تمام. مش معنى ان انا فرقتي ايا كان اسم الفرقه س من الفرق فرقته صعدت الدوري الممتاز يروح مطلع الفرقه بتاعته بتاعه مواليد كذا الدوري الممتاز. ما هو للاسف في فرق في الجمهوريه اقل من فرق المنطقه. تمام. بس الاسم ان فرقته الممتاز الفرقه الكبيره صعدت الدوري الممتاز، وده انا شايفه غلط. ليه؟ النهارده الكابتن ربيع سين او حضرتك السنه اللي فاتت وانت شغال بتبقى عينك كلها على فرق الدوري الممتاز في بطوله الجمهوريه عشان تنتقي منهم المنتخب. لا صدقني في فرق في المنطقه عندها لعيبه ممكن تبقى احسن من فرق في الدوري الممتاز فعلا. ومميزه جدا كمان. فدي بتعمل الخلط، لكن المفروض ان كل الفرق لو انت مثلا الفريق 2000 او فريق 99 هبط 3 4 فرق اللي بينزلوا وصعد ال 3 4 فرق اللي في المناطق اللي بيقدروا يلعبوا ممتاز. دي هتدي فعاليه اكتر، هتدي دوري اقوى، هتدي كره احسن للمستقبل والقطاعات الناشئين والمنتخبات الناشئين. انا شايف ان في فرق في المناطق احسن من فرق كتير بتلعب جمهوريه وفي الدوري الممتاز اكيد. طب اخبار الملاعب بقى؟ لا يعني الملاعب حدث ولا حرك بقى. مش عايز اقول لك هي دي يعني مشكله، يمكن السنه يعني دي من ابرز المشاكل لسه هنفرد لها ان شاء الله حلقات. بس انا عايز اقول لك برضه بما سبق، لا السنه دي الملاعب اتحسنت شويه على اساس ان في فرق كتير عملت الملاعب ترتان. هو اللعيب بيجد صعوبه شويه في اللعب على الترتان، لكن برضو احسن من الملاعب الترابيه والملاعب اللي هي سيئه جدا. جدا. انا مش عايز اذكر انديه، انا رحت السنه دي ماتش في ملعب مش عايز اقول لك الحكم انا بكلمه في لعبه جالي قال لي يا كابتن بعد اذنك ده انا خايف اجري في الملعب. فما تحاسبنيش على حاجات لان انا نفسي خايف. انت قول ان الحمد لله رب يعني ربنا يستر لعبتك تطلع سليم. ملعب مش عايز اقول لك سيء لدرجه ايه وسيء جدا، لكن في النهايه احنا بنلعبه بنأدي، لان ممكن يصادف اللعيب برده كده في الماتشات. ما هو ده للاسف، انت عشان تهتم يبقى عندك قاعده رياضيه قويه لازم الاساس اساس الهرم. طبعا انا معاك، كل التوجيه عندنا الهرم من فوق بنبص دايما ليه والدعم ليه. لا انت عشان تعمل قاعده رياضيه كرويه قويه جدا في مصر، منتخبات قويه عشان المنتخب الاول كمان والانديه، لازم يبقى عندك البدايه، بدايه في التغذيه، بدايه في الملاعب، بدايه في حته الاعمار السنيه حتى طبعا. التزوير والتسليم والكلام ده كله. انا مش عايز اقول لك يعني احنا بنقابل فرق لا يمكن تكون ده مواليد 2000، استحاله باي وضع من الاوضاع. ويمكن جايز انا يعني حتى انت لما تيجي تبص للنتائج تلاقي نتائجه معانا احنا غير نتائجه مع الفرق الثانيه. انت حتى تستغرب يعني فرقه مثلا مغلوبه الماتش اللي قبلك 4-5 تيجي معاك انت مش عارف تجيب جول حتى.
حتى وجوه اللعيبه بتختلف. فطبعا دي 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 حته بتاعه المنطقه وبتاعه الاتحاد انا ما اقدرش اتدخل فيها، لان هم عندنا احنا في المسابقات بتاعتنا المسنن بيلعب وممكن يبقى مسنن بخمس ست سنين عنده 23 سنه وبيلعب وبيلعب ممكن في فرق بتلعب درجه رابعه واللعيبه بتاعتها بتاعه الفريق الاول بتلعب ضدك في الناشئين او درجه ثالثه، ففي لخبطه شويه ودي لازم تتحكم، لان دي بعد كده بترجع على منتخبات الناشئين باثر سلبي. ده اكيد ان شاء الله يعني هنفرد لها في برنامج الاشبال من خلال قناه النادي الاهلي حلقات ان شاء الله في موضوع الملاعب، موضوع التسنين والتزوير دي. لكن بقى كلمنا عن فريق 2000 ابرز المواهب اللي ممكن ان شاء الله كابتن امين عرابي يعني يتوقع لها ان شاء الله تكون موجوده في الدرجه الاولى. شوف انا مش عايز اذكر اسماء يعني بالظبط لكن والله في لعيبه كتير كويسه مش في فرقه 2000 بس في كل فرق النادي وانا يعني بامل وبتعشم وان شاء الله طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن فتحي والقائمين على كره القدم في النادي ان يهتموا او يبصوا للناشئين كويس لان فعلا في مجموعه من الناشئين كبيره جدا في النادي الاهلي في السبعه وفي التسعه وفي الالفين وفي 2001 حتى لغايه 2009 و2007 مش عايز اقول لك في كم مواهب ازاي وكم ناشئين ازاي. فانا بتصور ان ان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره اللي جايه زي ما طلع اسامه حسني وزي ما طلع عماد متعب وزي ما طلع هشام محمد وزي ما طلع ايمن اشرف وزي ما طلع كل اللعيبه دي ولاد النادي الاهلي ولعبوا حسام عاشور وشريف اكرامي ومش عايز انسى حد. كل اللعيبه دي لا في لعيبه زيهم ولعيبه قدهم وفي لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي بس هي تاخد الفرصه وتلعب ان شاء الله هنروح لحته ثانيه خالص لان زي ما انت عارف يا كابتن اسامه لعيب النادي الاهلي غير اللعيب اللي بيجي من بره مع احترامي لكل اللعيبه اللي جت من بره ولعبت للنادي الاهلي داخل القطاع ده انا بسميه مصنع الابطال عشان تطلع بطل يلعب في النادي الاهلي سنوات كبيره لازم انت تعده جوه مش تعده فنيا بس لا ده انت بتعده سلوكيا وفنيا وتغذيه وشخصيه كل الحاجات دي مش هيتعلمها غير داخل قطاع الناشئين عندنا وعندنا لعيبه كتير عشان كده انا بقول لك مش عايز اذكر اسماء لان انت يمكن ذكرت بعض الاسماء في لعيبه كتير كويسه انا متوقع في فرقه 2000 في لعيبه كتير جدا ان شاء الله نتمنى فريق 2000 كله يطلع درجه لا وخلي بالك انا برضو عايز اقول نقطه مهمه جدا الفضل مش هيبقى لامين عرابي لوحده يعني الفضل لكل مدربين الناشئين اللي شغالين في النادي انا لو اشتغلت مع الفريق بشتغل سنه سنتين في قبل اشتغل وفي بعد هيشتغل تمام. فقصد ده تواصل بيننا كمدربين وبيننا كل واحد بيحط لبنه في اللعيب بيعلمه حاجه بيقول له حاجه لكن في النهايه مش هيبقى امين عرابي لوحده هي مجموعه عمل في القطاع كلها في الاخر بيطلع لعيب كويس للنادي الاهلي هو ده اللي بنتمناه ان شاء الله تمام هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي هنشوف خريطه الاسبوع خلال خريطه المباريات خلال الاسبوع القادم هنشوف المباريات عندنا مواليد 2005 يوم السبت السكه الحديد والاهلي دوري البراعم مواليد 2003 السبت الاهلي وطلاع الجيش بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 97 السبت الاهلي والاتحاد بطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2002 سراي القبه والاهلي بطوله منطقه القاهره مباراه الكابتن امين عرابي مواليد 99 الخميس الاهلي وطلائع الجيش بطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2004 يوم الجمعه الطيران والاهلي بطوله منطقه القاهره مواليد 2001 الجمعه سموحه والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين دي ان شاء الله المباريات خلال الاسبوع اللي جاي كابتن امين شرفتنا ونورتنا ده انا سعيد معاك وسعيد بيك وان شاء الله يعني مزيد من التقدم للقناه وليك شخصيا وان شاء الله خير باذن الله لقطاع الناشئين كله وان شاء الله تشوفوا حاجه كويسه الفتره اللي جايه بشكر كل فريق الاعداد محمود شوقي احمد رشاد محمد الصاوي ومعلقنا المميز فاروق صلاح ومخرجنا المتميز محمد دكروري وكل طاقم العمل اهلاوي انا والفخر ليا اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال